عند قيامك بمراجعة سريعة للمشهد السوري تستخلص أن الاتفاقيات بين فلاديمير بوتين وأردوغان بشأن سوريا مهددة بالتعطيل، فالفصائل التابعة لأنقرة تتهم القوات الروسية بقصف إدلب، وفي الوقت نفسه تطلب أنقرة من موسكو وقف هجمات القوات الموالية للحكومة السورية في المناطق التي تحتلها تركيا في شمال سوريا. ولدى موسكو أيضا أسبابا لمطالبة تركيا الالتزام بالاتفاقيات التي لم تنفذ منها أنقرة شيء حتى اللحظة، وعلى رأسها مسألة حل ومحاربة التنظيمات الإرهابية التي هي بالأساس صناعة تركية. يقال عند الوقوف أمام شيء يحمل بين ثناياه الجزء الكبير من الغموض إن وراء الأكمة ما وراءها، وهذا الأمر ينطبق بالضبط على التصعيد الروسي الذي كسر حالة من شبه الاستقرار في شمال غرب سوريا، والذي أثار تساؤلات بشأن هدف موسكو من الهجمات الصاروخية والمدفعية. فما هي الرسالة وموجهة لمن؟ وعلى الفور استدعت وزارة خارجية النظام التركي السفير الروسي في أنقرة أليكسي ياريخوف، وأبلغته قلقها من هجمات القوات الحكومية التي تستهدف الإرهابيين الموالين لأنقرة في إدلب، ما يدل على استماتة هذا النظام من أجل حماية هؤلاء الإرهابيين الموالين لها. الاستهدافات المتكررة من الجانب الروسي والحكومة السورية يمكن إدراجها في إطار المساعي الهادفة إلى استنزاف المناطق الخارج عن سيطرة الحكومة السورية، كما هو حال الضربات الأخيرة التي استهدفت مناطق تكرير وبيع النفط في ريف حلب الشمالي الشرقي قبل أيام. ويرى مراقبون أن التصعيد الأخير يبعث رسائل عدة في الشقين العسكري والاقتصادي ومن خلفها السياسي، لكن ماذا عن الجانب الآخر من المشهد والذي تلخص في اتفاقيات بين روسيا وتركيا بشأن فتح 3 معابر في منطقتي إدلب وحلب شمال سوريا لتخفيف صعوبة الأوضاع الإنسانية في الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا كما زعم الطرفان؟ وقال نائب مدير مركز حميميم والتابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء البحري ألكسندر كاربوف خلال مؤتمر صحفي إنه تم بهدف رفع حالة العزل وعمليات إزالة الحصار الداخلي للمدنيين اتخاذ قرار لفتح معبري سراقب ومزناز في منطقة إدلب لخفض تصعيد ومعبر أبو زيدين في منطقة مدينة حلب على حد وصفه. لكن ومراجعة سريعة للمشهد السوري تستخلص أن الاتفاقات بين فلاديمير بوتين وأردوغان بشأن سوريا مهددة بالتعطيل، فالفصائل التابعة لأنقرة تتهم القوات الروسية بقصف إدلب، وفي الوقت نفسه تطلب أنقرة من موسكو وقف هجمات القوات الموالية للحكومة السورية في المناطق التي تحتلها تركيا في شمال سوريا. لدى موسكو أيضا أسباب لمطالبة تركيا الالتزام بالاتفاقيات التي لم تنفذ منه أنقرة شيئا حتى اللحظة، وعلى رأس مسألة حل ومحاربة التنظيمات الإرهابية التي هي بالأساس صناعة تركية. يبقى السؤال، هل ستستمر الاتفاقيات التركية الروسية أم أنها بنية على أرضية المصالح الهشة بين الطرفين في الداخل السوري؟ تحية طيبة مشاهدينا الكرام أينما كنتم، اسمحوا لي أن أرحب بضيوف حلقتي لليلة. معي من شبه جزيرة القرم دكتور عمار قناة أستاذ في العلوم السياسية في جامعة سيفاسي تابول، ومن برلين السيد عبد المسيح الشامي منسق العلاقات الألمانية العربية بالبرلمان الألماني، ومن شانلأورفا الأستاذ محمد حجازي عضو المركز الدولي للدراسات السياسية. ضيوف الكرام أهلا ومرحبا بكم جميعا. دكتور عمار قناة، اسمح لي لو أبدأ سؤال حلقة الليلة من لدونك الآن. يعني تصعيد من العيار الثقيل وبمدافع وطائرات روسية في إدلب، ما الرسالة التي تريد موسكو إيصالها لتركيا دعنا نقول؟ تحياتي أستاذ وعد لك ولضيوفك الكرام. يعني باعتقادي أن المشهد يعني اليوم هو واضح جدا، يعني وهذه الرسائل هي يعني أتت باعتقادي يعني بناء على نتاج العمليات السياسية ويعني أيضا يعني العسكرية التي استمرت طوال هذه يعني الفترة الماضية، ولطالما يعني شاهدنا أن هناك كانت تهديدات على يعني في المناطق تواجد العسكري يعني الروسي
من قبل التنظيمات الإرهابية. فكانت يعني هذه باعتقادي هي ليست يعني مسألة تصعيد، ولكنها يعني استمرار لتلك العمليات يعني التي ابتدأت من قبل، وذلك لاجتثاث يعني الإرهاب الدولي أولا، وثانيا يعني ممكن القول الضغط على الطرف التركي لتطبيق يعني ما اتفق عليه من خلال كما تفضلتم يعني في تقريركم التوافقات ما بين الرئيسين، وأيضا يعني الاتفاقية الأهم في هذا السياق وهي اتفاقية سوتشي. فلذلك يعني رأينا أن اليوم يعني تتجه روسيا اتجاها يعني آخر، أو ممكن القول تفعيلا آخر لإيجاد يعني الحل يعني السياسي والعسكري للأزمة السورية بالكامل. وهذا ممكن يعني لا يمكن يعني أن نعزله عن مسألة يعني تفعيل الجولة السادسة للجنة الدستورية. فنرى أن هناك يعني تأهبا وهناك يعني رغبة جديدة للتوصل للحل. التعطيل من قبل الطرف التركي كما يعني تحدثنا عنه كثيرا أستاذ وعد، وهو يعني الحفاظ على إدلب والوضع الحالي يعني كما هو، وذلك لما يصب في المصلحة التركية. ولكن يعني هناك معادلات جديدة قد طرأت، هناك واقع ممكن القول يعني جزئيا جيوسياسي قادم مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ونرى أن هناك يعني توترات ما بين الطرف الأمريكي والطرف التركي. فاليوم يعني ممكن القول يعني نتاجة لهذه يعني العمليات العسكرية تم التوافق يعني إلى فتح ثلاث معابر، وهي دكتور عمار الإنسانية. إيه بدنا نحكي بمتن الحلقة عن هذه المواضيع حتى لا أطيل على باقي الضيوف. اسمح لي أن أرحب بالأستاذ محمد حجازي، عضو المركز الدولي للدراسات السياسية. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، نتمنى منك أن تكون ضيف دائم على الطاولة المستديرة وعلى قناة اليوم. مساء الخير أستاذ وعد، مساء الخير لك ولضيوفك المحترم. يا أهلا بك أستاذ محمد. تصعيد من العيار الثقيل، هل نستطيع القول بأنه بداية النهاية للتفاهمات الروسية التركية في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية الحاصلة الآن؟ استهد يمكن ربط أمر القصف مناطق التصعيد في إدلب، زيارة سيرجي لافروف إلى منطقة الخليج، و يعني نستطيع أن نستنتج بأن هذه الزيارة كانت فاشلة، وخاصة بعد اجتماع الدوحة مع وزير الخارجية التركي ووزير الخارجية القطري. الروس أرسلوا أن هذه نتائج المباحثات لم تكن مرضية للجانب الروسي، ولم يستطيعوا أن يحصلوا على الضمانات اللازمة. الضمانات اللازمة من وحول ماذا أستاذ محمد؟ الجانب الروسي كان يستهدف من هذه الزيارة ابتزاز الجانب الخليجي، خاصة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات، من أجل يعني ما يتعلق بأمور الطاقة وخفض إنتاج النفط فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية. الوزير الخارجية الروسي عاد خائبا ولم يستطع أن يحصل على الضمانات من المملكة العربية السعودية، والجانب القطري فيما يتعلق بخفض إنتاج الغاز والنفط. وهذه كانت الرسائل يعني تحذيرية للجانب التركي ومن خلفه الموقف القطري والموقف السعودي. يعني الموضوع التصعيد في الميدان هي على هوى يعني شرحك بأن ترجم ذلك بين قوسين بمثابة فشل روسيا من خلال الجولة التي قامت بها، وترجم ذلك ميدانيا على الأرض، والغاية هي تركيا. رسائل، هذه الرسائل من وجهة نظر حضرتك أريد شرح لها، يعني ما الذي تريده روسيا من هذا القصف الحاصل الآن، وما الذي تريده من تركيا؟ يعني هناك أمور سياسية حصلت على الساحة الدولية، وخاصة بعد فوز الرئيس جو بايدن في ولاية انتخابية لمدة 4 أعوام. يعني الكادر الرئاسي للرئيس جو بايدن هو يعني يتجه إلى الصدام مع الجانب الروسي. الجانب الروسي يريد يعني أن يصل رسائل إلى الدولة التركية بأنه مستعد للسيطرة على منطقة إدلب ومنطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون، وهي بمثابة خطوط حمر للجانب التركي في حال حصل تقارب أمريكي
تركي في فيما يتعلق بالملف السوري. الجانب الروسي حريص جدا أن يبقي على العلاقات دافئة مع الجانب التركي في الشمال السوري، وأن يبعد الدولة التركية عن الجانب الأمريكي ودول الاتحاد الأوروبي في هذه الفترة التي يعني تمر على هذه المنطقة. سيد عبد المسيح الشامي، يعني هذا التصعيد الروسي ضد الفصائل المسلحة من خلال هذه الرسائل النارية الدموية، هل هي موجهة للولايات المتحدة الأمريكية بقيادتها الجديدة، أم هي بالفعل موجهة لتركيا سيد عبد المسيح الشامي؟ بداية مساء الخير لك صديق العزيز أستاذ وعد ودكتور عمار الصديق العزيز والأستاذ محمد أيضا والسادة المشاهدين. أعتقد أن هذه الرسائل هي رسائل للطرفين معا، يعني بشكل أو بآخر ربما ذاقت روسيا زرعا من الدعوة إلى الانخراط في الحل السياسي، وربما تكون هي الدولة الوحيدة التي تعمل بشكل جدي والتي تسعى بشكل حقيقي لإنضاج حل سياسي في سوريا، يعني لأسباب مختلفة أن مصلحتها في سوريا تقتضي أن تكون الأمور أو أن يكون هنالك حل سياسي سريع بشكل أو بآخر. لذلك أعتقد أن اليوم الرسالة واضحة وربما كما تفضلت هي قوية جدا فعلا للإدارة الأمريكية الجديدة، والتي بشكل أو بآخر حتى الآن تعطي انطباعات أنها ضد الحل السياسي وأنها لا تريد إنضاج حل سياسي، وأنها تريد ربما إذا لم يكن التصعيد على الأقل إبقاء الحال في سوريا على ما هو عليه، ولا تريد تسهيل بالمختصر أو بالأحرى بشكل آخر إذا أردنا أن يعني نشرح هذه القضية، لا تريد تسهيل الدور الروسي في إنضاج حل سياسي في سوريا. هذا من جهة أخرى. طبعا تركيا حتى الآن أهم المعطلين، رغم أنها يعني تعتبر يعني رسميا هي من الدول الضامنة للحل السياسي ولمناطق يعني خفض التصعيد وإلى ما هنالك، ولكن الدور الحقيقي الذي تقوم به في سوريا هي دولة معطلة من الدرجة الممتازة. هي لم تسمع حتى الآن بإنضاج حل سياسي، بإنضاج على سبيل المثال الوصول إلى دستور، إلى في اللجنة الدستورية إلى دستور جديد لسوريا. بشكل أو بآخر كانت دور معطل على الدوام لإنضاج الحل السياسي، وهي تستفيد ومن هذا من هذه الحالة في سوريا أنه اليوم يعني منذ فترة طويلة لم يكن هنالك هجمات ضد المجموعات الإرهابية، هي تقوي نفوذها ووجودها في هذه المناطق، هي تقوي هذه المجموعات في المناطق التي تسيطر عليها وهي بشكل مباشر أو التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية، وبالتالي هي تبني بنية تحتية إن كان عسكرية وحتى يعني على الصعيد الديموغرافي تجري تغييرات وتحويلات كثيرة في المناطق التي تحتلها في عفرين وفي أماكن مختلفة وحتى في إدلب، يعني عملية تتريك واضحة في المنطقة. اليوم هنالك رسالة أن هذا لن يتم، يعني أعتقد أن الروس أعطوا رسالة لتركيا أن مشاريعك في هذه المنطقة لن تمر ويجب العودة إلى الاتفاق. طيب سيد عبد المسيح، يعني وانت عم تطرح الفكرة أنا خطر ببالي فكرة نقيضة، اسمح لي أن أكون مناقض لك أو ضدك في هذه الجزئية على أقل تقدير. يعني ما حدث مؤخرا في عين عيسى وكأنه يفند كل ما يتم الحديث له والترويج له بأن لروسيا دور إيجابي ولروسيا تسعى للحفاظ على السيادة السورية، يعني هي انسحبت من تلك المنطقة. يعني القضية طبعا أنت تعرف والجميع يعرف أن الحرب تكتيك، يعني بالنتيجة الانسحاب في مكان والهجوم في مكان آخر هذه من إحدى تكتيكات الحرب بشكل أو بآخر. اليوم روسيا، يعني أنا لا أريد أن أقف موقف يعني المدافع بالمطلق بدون لا أنت عم تدافع يعني عن فكرتك يا سيد عبد المسيح، أنت عم تدافع عن فكرتك هلا ليس عن روسيا، يعني أنا ما فهمت ولا صنفتك أنك عم تدافع عن روسيا، ولكن نتساءل ومثل ما بيقولوا بالعامية منفكر بصوت عالي، مسألة ما يحدث الآن يعني هذا الوقوف ضد التتريك برأيكم أليس متأخرا قليلا؟ وما يحدث الآن في عين عيسى من انسحاب روسي، طيب التكلفة هنا أليست كبيرة في حال لو تم بالفعل نجاح تركيا باحتلال تلك المنطقة أيضا سيد عبد المسيح الشامي؟ يعني بشكل أو بآخر كما قلت لك الحرب كر وفر وعمليا أمور تكتيكية تجري بين الميدان وبين السياسة، ليس من الحكمة في مكان ما أن نقف في مكان أن نستمر في الوجود في مكان ما إذا كانت هذه الاستمرارية سوف تكون تكلفتها كبيرة إن كان على الصعيد السياسي أو على الصعيد العسكري والميداني أو في ميادين أخرى. وبالتالي أعتقد أن روسيا حتى الآن تدير
اللعبة بشكل محنك وبشكل ذكي، ولا انسحابها من مكان ما لا يعني بالضرورة تخليها عن هذه الأماكن وعن هذه المناطق، ولا يعني بالضرورة أنها غيرت في طبيعة موقفها ودورها اليوم في سوريا. الجميع يعرف على سبيل المثال، فلنأخذ نحن ما نشاهده يعني وما هو معروف لدى الجميع منذ سنوات، منذ 2015 الدولة الوحيدة التي أصرت وما زالت تصر على أن يكون هنالك جولات للحل السياسي ولجمع الطرفين السوريين على الأقل في مكان واحد للتباحث في انضاج حل سياسي هي روسيا، ولكن كل هذه الدول الأخرى، تركيا، أمريكا، الخليج، يعني الإقليم، كل هذه الدول والجهات بشكل أو بآخر تضع العصي في الدواليب، وهي تقف يعني بمكان المناقض للحل السياسي وتؤجج الصراعات الداخلية وتدعم المجموعات الإرهابية وتعطل أي إمكانية حتى في المباحثات السياسية التي تجري إن كان في جنيف أو أستنا أو غيرها للوصول إلى حل سياسي. وبالتالي الدور الروسي مضطر للتعامل ببراغماتية مع هذه القضية والتنسيق وتوزيع الأدوار بين ما يجري على أرض الواقع في الميدان وبين السياسة، حتى تستطيع أن تسير في هذا الحقل من الألغام الذي للأسف الشديد خريطة الألغام وخريطة المخارج منه ليست واضحة، وهنالك لاعبين كسر، واللعب به هو مخاطرة كبيرة جدا على كل الصعوبة. طيب دكتور عمار قناة، في مسألة التصعيد الروسي واستهداف الغاز ومصافي تكرار النفط كما يقال، هذا الأمر يعني بالفعل هل هو استهداف لبنية اقتصادية وبالتالي إضعاف تلك الفصائل، أم هي رسالة موجهة لتركيا، أم هي رسالة موجهة من خلف تركيا للولايات المتحدة الأمريكية التي يعني المراقب لسياستها يتوقف كثيرا عند مسألة شمال غرب سوريا، لماذا هذا الوقوف خلف تركيا من قبلها؟ دكتور عمار. أستاذ وعد، يعني ممكن القول يعني التوافق على كل ما تفضلت فيه يعني معا جزئيا يعني، وذلك يعني من حيث الرسائل ومن حيث يعني إضعاف المكونات يعني الإرهابية، إضعاف أيضا يعني التواجد أو الموقف يعني التركي، ولكن لو سمحت لي يعني في عجالة تعقيبا على ما ورد من الضيف يعني حول أن الزيارة كانت يعني فاشلة، زيارة وزير الخارجية لافروف إلى الخليج، وقد يعني أفصح ضيفك الكريم أنه يعني كانت بناء على معطيات روسية، فلا أدري يعني من أين أتت هذه المعلومات، وذلك كانت التصريحات الرسمية كلها يعني كانت، وحتى يعني السياسية التحليلية كانت يعني نتائج هذه الزيارة ممكن القول الخليجية هي مثمرة جدا، وأيضا يعني تصب في المصالح يعني أو ممكن القول يعني في التوصل أو التسريع في الحل السياسي للأزمة السورية. وعطفا يعني على ما تفضل فيه الأستاذ الصديق عبد المسيح، يعني أنا أتوافق معه تماما يعني في هذا الطرح، وأنه لا يمكن اليوم يعني الحديث عن أي تحركات مثلا كانت يعني تصعيدية أو كانت يعني ممكن القول غير مسبوقة نوعيا، ولكنها أيضا يعني تأتي ضمن التكتيك. لا يمكن يعني التعامل اليوم مع تركيا كما كانت تركيا قبل 3 أو 4 أو 5 سنوات يعني في الساحة السورية سياسيا وعسكريا. وفيما يتعلق يعني في الرسائل كما تفضلتم يعني الموجهة إن كانت موجهة للطرف الأمريكي، اليوم نحن يعني أمام صورة غير واضحة، يعني لغاية اليوم يعني الأداء الأمريكي أو يعني الرؤية الأمريكية للملف السوري والتعاطي يعني مع روسيا ومع تركيا لغاية الآن هي غير واضحة تماما. لا نرى أن يعني الرؤية الحقيقية للولايات المتحدة، هناك يعني تخبط، هناك أزمة داخلية وأزمة يعني في العلاقات الخارجية الأمريكية. فلذلك أنا أرى يعني أو أقترب من الرأي أن اليوم هذه يعني الرسائل وهي يعني تحركات هي موجهة مباشرة للطرف. طيب دكتور عمار، خليني اليوم أنا أكون مشاكس قليلا معكم مع السيد عبد المسيح، وبدي أحاول أكون مع محمد حجازي أيضا، الأستاذ محمد حجازي على نفس الوتيرة، وأخذ الرأي الآخر كما يقال. الكل يقول والمراقبون يؤكدون بأن الكل المتدخل في الشأن السوري يبحث عن مصلحته لا غير، لا أحد يبحث عن طوق نجاة للسوريين. يعني الأستاذ محمد قال بأن كل ما حدث هو ترجمة فعلية وعملية وميدانية ترجمت بلغة البارود
بعيدا عن نجاح روسيا في الجانب السياسي وجولة لافروف في الخليج، حضرتك تؤكد على هذه الجزئية. الكل يقول أيضا بأن كل المتدخلين مفلسين وكل المتدخلون يبحثون عن مصالحهم فقط وعلى رأسهم روسيا. أستاذ وعد، يعني عند الحديث عن مسألة المصالح، نحن نتكلم يعني عن منظومات سياسية والواقع السياسي وحتى المصالح يعني السياسية، المصالح الجيوستراتيجية، المصالح الجيوسياسية، هي يعني لا يمكن التعامل معها بهذه الطريقة. يعني عند الحديث أن المصالح هنا تقترب، يعني هناك مصلحة مثلا وطنية أو مصلحة قومية لطرف، ولكنها إذا توافقت مع المصالح الأخرى هي ليس يعني بمحض انه فقط كل هذه الاطراف تبحث عن يعني مصالحها، يعني فقط المصالح القوميه يعني بعيدا عن المصالح الاخرى. ولا ننسى يعني هناك نقطه مهمه، ان يعني الازمه السوريه نحن نتحدث عن 10 سنوات، خلال هذه ال10 سنوات يعني هناك معطيات اخرى، هناك تغير الكثير من يعني الواقع السياسي والواقع العسكري وايضا يعني الجيوسياسي، ويعني تزامنا أو توازيا مع هذه التغيرات أيضا يعني قد تغيرت المواقف السياسية وأيضا يعني مراكز النفوذ ونقاط النفوذ على الواقع أو على الجغرافيا يعني السورية. بس في عجز يا دكتور عمار، في عجز من قبل، خلينا نخصص، أنا معك بمسألة الجانب الروسي، هناك من يقول بأن هناك عجز روسي كامل لترجمة هذا التغير كما وصفت حضرتك وخلق حالة من النصر السياسي. أستاذ وعد، يعني لا أستطيع يعني أنا أنظر أن المسألة هنا يعني مسألة نصر سياسي يعني ممكن أن تكتسبه روسيا اليوم وتخسره غدا. نحن يعني أنا أتكلم عن عملية سياسية متكاملة، وهذه العملية يعني هي تعتبر من يعني أعقد المعاملات يعني العمليات السياسية، وذلك أنها مرتبطة يعني بواقع جغرافي محدد وأيضا يعني بواقع عسكري، وهناك الكثير من المتغيرات في هذه يعني في هذه المسارات. يعني عند الحديث عن الأزمة السورية أيضا يعني لا يمكن أن نتجاوز الطرف الآخر أيضا في المعادلة يعني السورية، وهو يعني العامل أو الطرف الإيراني، ونرى هناك يعني متغيرات كثيرة، حيث أيضا يعني العلاقات الإيرانية الأمريكية وأيضا يعني التعاطي مع الملف النووي، وضع تركيا والذي يعني تحدثنا عنه انه اليوم يعني هو اضعف مما كان عليه في السابق، يعني التخبط الامريكي من حيث يعني البقاء وعدم عدم البقاء، هذه كلها يعني العوامل هي يعني في حاله متغيره. فلذلك يعني لا انظر ان المساله ممكن ان تكون يعني نصرا سياسيا او غير سياسي، ولكن يعني بالنسبه لي انا ارى ان هناك يعني مواضيع او نقاط ايجابيه ممكن تحقيقها. بالنسبه لي يعني اهم يعني من إيجابيات التواجد الروسي التوصل مثلا إلى مناطق خفض التصعيد، يعني التوصل إلى اتفاقيات. طيب دكتور عمار، مشان ما المسألة مستمرة، مشان ما نطول على باقي الضيوف، لكن حتى مسألة مناطق ما يعرف بخفض التصعيد، يعني المفارقة بأنه لا تملك من اسمها أي نصيب. خليني نروح لعند الأستاذ محمد حجازي، بداية أخذ منه تعقيب على ما تفضلت حضرتك وسيد عبد المسيح الشامي. تفضل أستاذ محمد، تعقيب. يعني نحن لاحظنا هناك يعني 3 مناطق على مستوى العالم للاشتباك الروسي التركي، كان الملف الليبي هو الملف الأكثر سخونة، الجانب التركي استطاع يعني دعم حكومة الوفاق الليبية واسترجاع طرابلس حتى وصل إلى سرت، واستطاع قتل أكثر من 200 جندي من قوات الفاغنر الروسية وتدمير منظومة الدفاع الجوي الباسنار، وتم يعني تحويل هذه المنظومات المدمرة إلى ألمانيا عن طريق الشحن يعني بالطيران الأمريكي، واستطاعوا يعني تفكيك رموز هذا الدفاع الجوي. الملف الثاني كان هناك الحرب الأرمينية الأذربيجانية، ورأينا التفوق التركي بدعم الجانب الأزري واستعادة إقليم كاراباخ. يعني الجانب التركي ليس جانب ضعيف كما يعني يصف الأستاذ عمار، الجانب التركي يعني الآن لديه
علاقات دولية قوية، لديه قوات منتشرة في ليبيا، في أذربيجان، في سوريا، في الصومال، فهي دولة إقليمية ودولة محورية ودولة يعني تمتلك أيضا حلول بالنسبة للملف السوري. يعني طيب أعطيني شوية حلول أستاذ محمد، بعيدا عن هذا، خلينا نغوص بالواقع أكثر. هذه الحلول التي تشير حضرتك إليها، هناك بالجهة الأخرى من يقول بأن تركيا الآن تعتبر في قوانين الدول هي دولة مارقة بقيادة أردوغان، يعني هناك مشاكل في شرق المتوسط، هناك تدخل في ليبيا، هناك امتعاض في أكثر من ملف وأكثر من مكان. خليني أسألك عن أوراق تركيا الآن في سوريا، كونك عم تقول أن تركيا هي قوية وتملك حلول، أعطيني شوي من هالحلول بمعيتك، تفضل. أستاذ واحد نتكلم بصراحة، نحن الحل النهائي هو لدى يعني لدى المشرع الأمريكي، لدى الرئيس الأمريكي، الباقي يعني يعتبر مكملين للدور في 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 سوريا. يعني حتى الدولة الروسية هي يعني ليس لديها مفاتيح الحل في سوريا، لو كانت تستطيع الحل في سوريا يعني لأنهت الأمر عسكريا، فهي داخلة يعني بالنسبة للجانب الروسي دخلت بكل قوتها لدعم النظام السوري. بالنسبة للمعارضة السورية لا تمتلك مصداقية سياسية، وحتى يعني وبالنسبة للقوات سوريا الديمقراطية الجانب الروسي أيضا خذلها، يعني في في معركة عفرين انسحبت القوات الروسية من معسكر كفر جنة ودخل الجيش التركي مدينة عفرين وكذلك مدينة عين عيسى. يعني الجانب الروسي أيضا لا يملك مصداقية في الداخل السوري، فقط يعني كان داعما للنظام السوري. الحل الروسي هو الحل الشيشاني، تدمير سوريا وأبقاء بشار الأسد في الحكم. أنا نتحدث عن إرهاب في إدلب، الميليشيات الإيرانية المنتشرة في الشرق السوري، حزب الله ليس منظمة إرهابية، 63 فصيل عراقي مدرجين على قوام الإرهاب الأمريكي، ليس هذه فصائل إرهابية. الحل يعني اعتقد جازما هو لدى يعني لدى السلطات الامريكيه، اما باقي الدول فهي يعني تشاغب وتناوش هنا وهناك حتى تحصل اقل من يعني اقل قدر من المكاسب في الملف. طيب طالما وجهه نظر حضرتك في هذه الخانه او في هذه الجزئيه، الحل دعنا نبدا بشكل جزئي في ادلب، كيف بتشوفه الان في ظل هذا التصعيد الروسي؟ استاذ محمد، يعني بالنسبة لإدلب يعني القوات الروسية لو أرادت يعني السيطرة على إدلب لا شنت عليها، حملت غارات جوية لمدة أسبوع وسيطرت عليها كسياسة أرض محروقة، شاهدنا الأمر في خان شيخون وسراقب وهذه المناطق. فيعني كإدلب محافظة لا تعني القوات الروسية بقدر كبير، يعني هي تستطيع ابتزاز الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي والجانب التركي في إدلب في قضية اللاجئين. نحن لدينا أكثر من 4 مليون سوري نازع في محافظة إدلب، لو حصل اجتياح لهذه المنطقة يعني سنكون أمام كارثة لجوء إنسانية كبيرة. الجانب الأوروبي ليس لديه إمكانيات لاستيعاب هذا العدد. يعني إدلب أصبحت كابزار سياسي للقوات الروسية للضغط على الجانب الأوروبي والجانب التركي والأمريكي. سيد عبد المسيح الشامي، لدت تركيا الكثير من الأوراق في حوزتها وسجلت نقاط عديدة على روسيا في الداخل السوري، هذا الأمر كيف ينطبق وما هي أوراق تركيا من وجهة نظرك سيد عبد المسيح؟ يعني لا أعتقد، أنا طبعا لا أتفق مع الأستاذ محمد بهذا الأمر، أعتقد أنه أن تركيا حتى الآن بشكل أو بآخر هي أكبر الخاسرين، وما تفضل به عن يعني هجرة المشاريع التركية إلى ليبيا وإلى أذربيجان هي عملية هروب من الفشل الزريع الذي منيت به في سوريا، رغم العدوان الذي قامت به ورغم أنها تحتل الأراضي، ولكن بشكل أو بآخر طبعا الجميع يعرف أن مشاريع وطموحات أردوغان كانت هي الصلاة في الجامع الأموي في دمشق. يعني وكان حتى يقول هو وفريقه بأن هنالك في الوطن العربي وليس فقط في سوريا من ينتظر عودته، وبالتالي هذه الأحلام تبخرت بالكامل وهو غرق حقيقة في الوحل السوري الذي هو من صنع الجزء الأكبر منه، وبالتالي هو مضطر اليوم للجوء لروسيا ولأن يكون بشكل أو بآخر دعنا يعني ما لا أريد أن استعمل ربما ألفاظ غير إعلامية ولكن ربما يكون صبي
صغير في يد الروس في سوريا حتى يضمن ماء الوجه بشكل أو بآخر، وحتى لا يخرج. سيد عبد المسيح، إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك يا سيد عبد المسيح، لماذا إذن بعد هذا التصعيد شفنا وسمعنا لغة ود مرة أخرى من قبل روسيا، وبعدين يتم الإعلان عن اتفاق جديد وفتح معابر؟ يعني بشكل أو بآخر رغم كل ما تبقى تركيا عنصر أساسي في انضاج اليوم، في انضاج أي حل سياسي في سوريا، هي تتحكم بورقة الإرهاب بالكامل، هذه الورقة الأخيرة التي تبقت بيد تركيا. لا شك أنها تملك سلاح وتملك قوة وتملك كذا، كثير من العوامل التي تستطيع أن تستثمرها، ولكن في ورقة واحدة وهي ورقة الإرهاب. وأنا طبعا ضد ما تفضل به أستاذ محمد بأن يعني الحل، مفتاح الحل في أمريكا، لا لا، ليس بأمريكا، هو ليس بيد أحد حقيقة. لا تملك أمريكا الحل من دون روسيا وحتى من دون تركيا، دعنا نقول، ولا تملك تركيا ولا روسيا ولا حتى إيران ولا كل هذه الدول. لا تملك. طيب بعد عشر سنوات، بعد عشر سنوات وهالمفتاح يبدو ضايع بالبحر وبتلعوا شي حوت سيد عبد المسيح. ضيعوا على ما اعتقد استاذ وعد، على ما اعتقد ضيعوا بين ادلب وبين. طب خلينا كسوريين، خلينا كسوريين نفكر هذا الحل لماذا لا يتم انتاجه بماكينه صك سوري بامتياز سيد عبد المسيح الشامي. سيدي استاذ معد، انت تعلم تماما ان السوريين خرجوا من اللعبه بالكامل. اليوم لم يعد القرار او قرار الحل والجزم في الحرب السوريه بيد السوريين. الجميع يعرف انها صارت لعبه عالميه، وهي بالاساس يعني لعبه عالميه، ولكن بالاساس في البدء كان يمكن ان يكون للسوريين دور عندما كان هنالك ما زال ما تبقى، يعني ما هنالك ما يمكن القول عنه دولة سورية وشعب سوري وإلى ما هنالك. ولكن اليوم الدولة أصبحت مجزأة لمناطق نفوذ لدول من الخارج، حتى داخل المؤسسات في سوريا، حتى داخل المؤسسات الصغيرة هنالك مؤسسات تابعة لهذه الدولة ومؤسسات تابعة لتلك الدولة. القرار السياسي مصادر كامل من قبل الخارج، لا يسمح أصلا لسوريا بأن تتخذ قرار، هي معزولة عالميا، إن كان في الجامعة العربية، في الأمم المتحدة، في كل الصعد، وبالتالي على أرض الميدان الجيش السوري إلى حد ما لم يعد متواجد كما كان في البداية. هنالك يعني ميليشيات إيرانية، هنالك جيش إيراني، هنالك جيش روسي، هنالك جيش أمريكي، هنالك جيوش مختلف تركي إلى ما هنالك، هنالك مجموعات إرهابية. اليوم سوريا ليست، يعني أنا أتكلم بصراحة وبوضوح، لا أريد أن أبيع الناس أوهام. اليوم أعتقد أنه يجب أن نتكلم بلغة واقعية حتى نستطيع الوصول إلى حل. إذا لم يتفق اللاعبين الكبار أمريكا وروسيا حصرا، أعتقد أنه لن ينضج هنالك حل. وضمن تحت هذين العنوانين، تحت هذين اللاعبين، يمكن أن يكون هنالك حل يعني يستوي وتتفق عليه الأطراف المحلية. ما عدا ذلك أعتقد أن هذا الأمر غير وارد. وحتى الآن أمريكا لا تريد أن تدخل في حل، هي بالأساس لها سياسة واضحة في المنطقة، سياستها هي الفوضى الخلاقة، شرق أوسط جديد، خلق صراعات، إدارة الصراعات، سرقة الثروات، عدم تمكين الشعوب من أن يمتلكوا القدرة على أن يكون لهم حل وأن يكون لهم قرار سياسي مستقل. وبالتالي أعتقد أن اليوم حتى الآن أنا أرى أنه لا أفق لحل سياسي على المدى المزور. وكل ما يقال اليوم عن حلول سياسية قادمة، إن كان ربما مجلس عسكري أو غير مجلس عسكري، أعتقد أن هذا الكلام مجاف للواقع، وأنا أعلم تماما أنه ليس واقعي ولا يوجد شيء من هذا الأمر. ولم تنضج حتى الآن حلول سياسية للأسف الشديد، وأخشى ما أخشاه أن يكون المخطط هو إبقاء حالة الفوضى في سوريا إلى ما لا نهاية، ربما حتى تنتهي أو حتى تجرف هذه البلد أولا من شعبها، ثانيا من مؤسساتها، حتى تغيب عن الواقع وعن الخريطة السياسية وعن الخريطة الإنسانية وعن الخريطة الاقتصادية، وبالتالي تصبح عملية تجزئها أمر واقع بحكم واقع الحال الذي تؤول إليه الأمور. دكتور عمار قناة، يعني بعد التصعيد والقفز على الاتفاقيات السابقة، هناك من يقول بأنه لا يوجد شيء منطقي في التعامل بين روسيا وتركيا في الملف السوري على وجه الخصوص، بلغة البارود ثم يتم إعلان اتفاق ومعابر جديدة. المنبر لك.
أستاذ وعد، يعني العلاقات الروسية التركية يعني هي يعني لا يمكن الحديث عنها كعلاقات يعني استراتيجية أولا، وثانيا يعني التعامل اليوم يعني ما بين روسيا وتركيا هي تعامل يعني ملفات، هناك يعني العلاقات الاقتصادية ممكن القول يعني جيدة، علاقات فيما يتعلق في الطاقة ممتازة يعني جدا، وحول يعني سوريا هناك يعني المد والجزر، رأينا يعني الموقف يعني التركي منذ بداية الأزمة والتصعيد التركي مع روسيا، وذلك يعني منذ إسقاط المقاتلة يعني الروسية ومن ثم الانعطاف التركية، وذلك يعني بعد أن لم يتلقى يعني أردوغان في تلك الفترة دعم الناتو أو دعم المعسكر الغربي، فمنذ تلك يعني الفترة أردوغان باعتقادي وقع يعني في المأزق، وكانت يعني سياسته مبنية ولغاية يعني اليوم هي يعني التعاطي مع روسيا على يعني من منطلق يعني القوة يعني محاولات التوازن ما بين روسيا مثلا والولايات المتحدة والمعسكر الغربي، فلذلك اليوم يعني وأنا يعني أتوافق تماما يعني مع الأستاذ عبد المسيح يعني أنه اليوم يعني الأزمة السورية لا يمكن الحديث عن حل سحري، لا توجد هناك يعني كبسة يعني زر ممكن أن نضغط عليها وننهي المسألة، لأن يعني سوريا للأسف الشديد يعني هي يعني باتت ومنذ البداية مسرحا للعمليات الجيوسياسية وتمرير يعني المصالح الإقليمية أيضا، ومع تغير يعني هذا العالم شهدنا أن اليوم هناك يعني كانت تورطات لدول إقليمية وقد خرجت من اللعبة السياسية وأيضا دولية، فلذلك يعني اليوم يعني الأزمة السورية هي تفاعل للأزمة يعني أزمة دولية، أزمة ما بين أقطاب جيوسياسية، فالحديث عنها يعني أتوافق مرة أخرى يعني الحديث عن الحل السياسي هو مرتبط بالتوافق يعني الدولي بال. طيب خلينا نجزئ المشهد بشكل أكثر، يعني موسكو وأنقرة هل هما راضيتان عن بعضهما البعض في الداخل السوري في الملف السوري دكتور عمار؟ مما لا شك فيه لا طبعا يعني، وقد رأينا يعني خلال يعني على الأقل خلال السنة الماضية، نذكر في شهر يعني آذار العام الماضي التصعيدات يعني العسكرية ما بين الطرفين يعني، وأيضا يعني لعبة المد والجزر يعني الضغط من كلا الطرفين في محاولة يعني لإثبات يعني الوجود العسكري والسياسي، وهنا أيضا يعني نقطة مهمة أستاذ وعد، يعني لطالما النظام السياسي في تركيا استخدم يعني هذا التواجد أولا العسكري في إدلب يعني إدلب بشكل عام، وأيضا يعني اللاجئون يعني السوريون كأداة ضغط يعني وأداة سياسية. طب ماذا قدمت؟ شو الضغط على دكتور عمار ولكن على المنظومة الأوروبية، فلذلك يعني هذه المسألة لغاية الآن هو في محاولات لاستخدامها، وإذا سمحت يعني في عجالة تعقيبا أو سؤال للأستاذ محمد، يعني إذا كانت مفاتيح الحل هي لدى الطرف الأمريكي، فالسؤال الذي يطرح نفسه فلماذا لغاية الآن يعني لمدة 10 سنوات الطرف الأمريكي لم يحل يعني هذه الأزمة، فلذلك يعني اليوم الأزمة هي أزمة دولية وهي صراع دولي على جغرافيا عربية سورية، ولكن يعني لن أكون يعني متشائما كالأستاذ عبد المسيح، لكن أعتقد أنه المرحلة القادمة ممكن أن تكون هناك بوادر يعني للحل السياسي ليس الكلي ولكن الجزئي، ولكن يعني نوعا ما عند النظر إلى العلاقات التصعيدية ما بين يعني الولايات المتحدة وروسيا والصين في نفس الوقت، يعني ممكن هذا الملف أن يتأخر قليلا يعني نوعا ما للحل النهائي، ولكن هذا لا يمنع يعني من العمل بجدية في محاولة لتحرير الأراضي
السورية من القوات العسكرية المتواجدة عليها من قبل يعني قوى أجنبية متواجدة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية. وبتبلش بتركيا كونه يعني هنا في مفارقة أيضا، روسيا هي من أعطت الضوء الأخضر لتركيا في أكثر منطقة في سوريا. خليني أروح لأنه أنا صرت بالدقائق الأخيرة دكتور أحمد، يعني هذه بيجيك بحاول يجيك يعني بعدين دقيقة. ولا أريد يعني الدفاع، ولكن يعني لا ننسى أنه متى كانت تلك العملية يعني ومرة أخرى المتغيرات ويعني الأحداث السياسية. طيب يا دكتور عمار، ما المفارقة أنه هذه الدول الثلاثة التي تعرف بالضامنة هي تقول وتؤكد دائما في بياناتها بأنها تحافظ على السيادة السورية، وعلى العكس تماما على الأرض والميدان هي من تنتهك السيادة، والسيادة صارت بمهب الريح. أستاذ محمد حجازي، إذا حابب تجاوب على طرح دكتور عمار عندما سألك بأنه لماذا لو كان المفتاح في يد أمريكا مفتاح الحل، لماذا لم تقوم به إلى الآن، ولماذا تأخر الحل السوري؟ تفضل. بعد حرب العراق في 2003 خرجت علينا كولونداليزا رايز وخطط الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط. هذا يعني هذا الحرب الحاصلة ونتاج الحرب الحاصلة في سوريا هي خطة أمريكية لتدمير المنطقة. أمريكا ليس ملائكة، يعني أمريكا هي التي دمرت سوريا ودمرت العراق، ستدمر لبنان. أمريكا هي التي تعطل الحلول في سوريا وليس هي التي تضع الحلول. عندما أرادت إزاحة معمر القذافي شنت عليه تحالف من حلف الناتو وأزالته خلال أقل يعني من نصف عام. العلاقات الروسية التركية هي علاقات استراتيجية يا أستاذ عمار، حجم التبادل التجاري أكثر من 24.7 مليار دولار. الغاز الروسي، الدولة التركية تستورد أكثر من 41% من احتياجاتها من الغاز الروسي. هناك مشاريع عملاقة بين الدولتين، السيل التركي 1 و2 و3 القادمة من روسيا إلى البحر الأسود إلى تركيا إلى الدول الأوروبية. منظومة الاس 400 يعني الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي حصلت عليها هي تركيا. تم منعها عن إيران، تم منعها عن النظام السوري. هناك يعني مفارقات كبيرة في السياسة الروسية مع الجانب التركي. العلاقات الروسية التركية علاقات جيدة ودافئة، وننتظر المفاجآت بالنسبة للإدارة الأمريكية التي تحاول أن تخلق شرخ وصدام بين الجانب التركي والجانب الروسي. البارحة حلف الناتو أصدر بيان دعم للجانب التركي في يعني ضد الجانب الروسي فيما يتعلق بالغارات الروسية في إدلب. يعني نحن نرى الآن السياسة حلف الناتو والسياسة الأمريكية تقترب من الحليف التركي في محاولة منها لإبعاده عن الجانب الروسي، وربما في يعني في خلال الأشهر والأيام القادمة يحصل هناك شرخ بين القوات التركية والقوات الروسية في الداخل السوري. سيد عبد المسيح الشامي، هل تتفق، هل هي بالفعل علاقات استراتيجية مبنية على مصالح اقتصادية؟ وكان هناك جانب في حلقتنا اليوم تحدثنا عن هذه الغارات على مناطق لتكرير النفط وبيعه واقتصاد وتجارة وكل هذه الأمور، أم هي مجرد حالة تكتيكية لا أكثر في الملف السوري؟ سيد عبد المسيح. لا طبعا أعتقد هي تكتيكية. يعني اليوم أعتقد أن تركيا بعد دخول روسيا أيقنت وبشكل كبير، وخصوصا بعد الانتصارات، دعنا نقول نسميها هكذا، الانتصارات التي حققتها روسيا وسوريا على الإرهاب ومحاصرته في أماكن معينة، أيقنت أنها لا تستطيع أن تحقق أي شيء، لا بل أنها بحاجة إلى روسيا لكي تحافظ على ماء الوجه، وبالتالي اتبعت أسلوب مختلف. أمريكا خذلتها طبعا، والجميع يعرف أن العلاقات الأمريكية التركية على علاقات سيئة جدا، وحتى مع حلف الناتو ربما من أسوأ الحالات في تاريخ، وهذا نتيجة حالة الخذلان التي يتكلم عنها الأتراك بشكل علني في الحرب السورية. وبالتالي اليوم تركيا ليس لها أي حل أو ليس لها أي إمكانية لإبقاء دورها كلاعب أساسي في المنطقة وفي الحرب السورية التي ستحدد شكل المنطقة ككل، إلا من خلال الانطواء تحت الجناح الروسي بشكل أو بآخر. وأنا سأكون واضح وأقول ربما كلام لم يقال، أن اليوم تركيا دفعت دية الرضا الروسي عنها
في أماكن مختلفة وسلمت رقاب الإرهابيين في الغوطة وفي حلب وفي الرقة وفي أماكن مختلفة حتى تكسب رضا الروسي وحتى تعطيه إلى حد ما الدية لكي يقبل دورها كلاعب تحت اليد الروسية وفي ضمن الاستراتيجية الروسية. وحتى الآن طبعا لا شك أن هنالك كما قلت ورقة الإرهاب تتحكم بها، وروسيا تريد الورقة التركية، تريد الدور التركي للتحكم بهذه اللعبة، وهي تتحكم بها إلى حد ما، ولكن التركي بشكل أو بآخر يناور، يحاول اللعب على الضفاف، يحاول أن يقفز بين الأمريكي وبين الروسي وبين الأوروبي وبين الأمريكي، ولكن بشكل أو بآخر اللعبة التركية أصبحت مكشوفة، واللعب التركي لعب أصبح أيضا منقوط من قبل الغرب ومن قبل الأمريكان ومن قبل الجميع، فلذلك ليس له ملجأ سوى الروس. وبالتالي دعني أقول أن حبل رقبة المربوط في رقبة أردوغان يصل إلى موسكو وتتحكم به موسكو بشكل كامل وبشكل كبير، وبالتالي لا يمكن. طيب يا سيد عبد المسيح، كمراقب لهذه العلاقات وعلى وجه الخصوص فيما يحدث في سوريا أو فيما يحدث في سوريا، لماذا إلى الآن لم تنجح موسكو بالحصول على أضعف الإيمان كما يقال، ورقة محاربة الإرهاب والشروط التي وضعتها أمام الجانب التركي؟ يعني تركيا غضت الطرف عن كل ما تم طلب منها سيد عبد المسيح، إن كانت فعلا بهذا الموقف الضعيف كما أشرت حضرتك. القضية يعني بشكل أو بآخر روسيا لو كانت تريد إنهاء ورقة الإرهاب لما يعني احتاجت لأكثر من أسبوع، ولربما كانت صفة الإرهابيين في كل البقاع السورية وفي إدلب وفي كل الأماكن. ماذا تنتظر إذا؟ ولكن كما قلت في البداية لا دعني أقول يعني القضية هنا ليس كل الانتصارات الميدانية يمكن أن تجير بانتصارات سياسية في اللعبة السورية. كما قلنا الحل السياسي ليس بيد أحد، ليس بيد الروس وحدهم، وبالتالي اليوم إذا حققت انتصار على أرض الواقع وأخرجت كل اللاعبين من اللعبة السياسية الميدانية عفوا في سوريا، تصبح فكرة الحل السياسي شبه مستحيلة اليوم إذا يعني لم يكن هنالك دور لتركيا على سبيل المثال. يعني أنا سأكون واضح وصريح، لن أجامل بهذا القضية، حتى ترك إدلب بشكل أو بآخر هو ترك كرت في يد الأتراك لكي يكونوا لاعبين على طاولة مفاوضات يمكن أن تنضج حل سياسي، وهي ليست بشكل أو بآخر عبثا ولا من ضعف الروس ولا لأنها عاجزة عن وجود الإرهابيين في إدلب. القضية تحتاج ساعات ربما، ولكن هذا الدور التركي مطلوب في طاولة المفاوضات، مطلوب في ظل الاصطفافات الموجودة، وإنهاء المعركة العسكرية ليس دائما عمل ذكي وعمل إلى حد ما. وصلت فكرتك. السياسية يجب أن يكون هناك توازن بين الميدان وبين السياسة حتى تستطيع إيصال جميع الأفرقاء بشكل أو بآخر وتحقيق مصالح وفق خريطة أنت تحددها بشكل أو بآخر إلى الحل السياسي، وهذا ما تحاول لعبه اليوم روسيا. حتى الآن لم ينضج هذا الأمر، لم تنجح كثيرا هذا صحيح، ولكن بشكل أو بآخر، والتعطيل طبعا من الأمريكي لأنه لا يرضى الحصة التي تعطيه إياها أمريكا روسيا حتى الآن في الكعكة السورية، وهو يعطل اللعبة ويعطل الحل السياسي بشكل أو بآخر. ولكن أنا أقول أنه لا يوجد حتى الآن دولة تستطيع فرض حل سياسي بمفردها، لا أمريكا ولا روسيا ولا إيران ولا تركيا ولا، وكل يجب أن يرضى أو يكون شريك في هذا الحل السياسي، ولكن الاختلاف على الحصص والاختلاف على المواقع وعلى خريطة النفوذ. نعم، ضيفي من برلين سيد عبد المسيح الشامي منسق العلاقات الألمانية العربية بالبرلمان الألماني، شكرا جزيلا لك على كل هذا الكلام القيم، وشكرا لك ضيفي من شانلي أورفا الأستاذ محمد حجازي عضو المركز الدولي للدراسات السياسية على تلبية الدعوة على كل الإضاءات، وشكرا لك ضيفي من شبه جزيرة القرم دكتور عمار قناة أستاذ في العلوم السياسية في جامعة سيفا سيتابول على كل كلام القيم الذي غنيت به حلقتي لليلة، وشكرا عظيم لكم مشاهدينا، دمتم بخير، إلى اللقاء.